الإضراب أمام مراكز المعاينة في لبنان مفتوح إلى أن يعود القطاع إلى كنف الدولة، قرار تصعيدي اتخذته اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، وأعلنه رئيس الاتحاد بسام طليس من أمام مركز المعاينة في الحدث، حيث تجمع العشرات من السائقين العموميين وأصحاب الشاحنات ليوقفوا العمل في المركز. البيوتي خلص، يعني الدولة اللبنانية هي مالكة هاي العقارات، الدولة اللبنانية هي مسلمة هاي المعدات، الدولة اللبنانية هي مسلمة هاي المراكز. المشكل أو المعركة أو المواجهة هي ما بين النهابات الحريصة على أموال الدولة ومصالح المواطنين، وما بين بعض المسؤولين المصرة على إدارة هذا القطاع من قبل الشركات. نحن سنستمر في الاعتصامات والإضرابات أيضاً، إذا احتجنا نضرب بكل لبنان بدنا نضرب بكل لبنان من أجل تحقيق هذه المطالب. نحن مطلبنا هو نقل الملكية بمصلحة تسجيل السيارات، وهالمهزلة اللي صارت آخر فترة تسجيل الخصوصي، نحن ضد هذا التسجيل الخصوصي للصهاريج لأنها عم تخرب بيوت كتيرة، وضد كمان المعاينة الميكانيكية اللي عم تحصل هي عم تشلح الناس مصرياتها. وفي الشمال اعتصم السائقون العموميون وأصحاب الشاحنات وأغلقوا مداخل مركز المعاينة ومصلحة تسجيل السيارات في العيروني قضاء زغرتا. الضربات المفتوحة حتكون عندن ببيروت بشاحناتنا، هناخذ الشاحنات على قلب العاصمة، وإذا فيهن يلقوها ما يتأخروا. وفي الزهراني المشهد نفسه تكرر، حيث أقفل المعتصمون المدخل الرئيس لمركز المعاينة وعلقوا لافتة تضمنت مطالبهم بعدم زيادة الرسوم واستعادة الدولة مراكز المعاينة.